السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نادية تعليم مع فيديو جديد في مادة الرياضيات المستوى الثاني صفحة 39 الحصة الخامسة. أتمرن من جديد، أجمع كل عددين وأكمل الكتابة في كل مرة. لدينا هنا الوحدات والعشرات، ولدينا هنا أعداد 37 زائد 46. إذن نجمع 37 زائد 46. نلاحظ هنا 46 تساوي 43 زائد 3. عندما نضيف 3 إلى 37 تعطينا 40. إذن 40 زائد 43 هي 83. إذن الخارج 83. إذن 37 زائد 43، 43 زائد 40 هي 83. إذن 18 تساوي 17 زائد 1، نضيف الواحد إلى 19 يعطينا 20، 20 زائد 17 إذن 37. إذن خارج 18 زائد 19 هو 37. العملية الثانية، لدينا هنا 24 زائد 49. نجزئ 24 هي 23 زائد 1. عندما نضيف 1 إلى 49 تساوي 50. إذن 50 زائد 23 هي 73. إذن الخارج هو 73. إذن 19 زائد 1 تساوي 20، 20 زائد 12 هي 32. إذن 19 زائد 13 تساوي 32. ثانيا أكمل بملء الفراغ. إذن لدينا هنا عملية جمع بها فراغ، علينا أن نملأه بالأعداد. إذن 2 لدينا هنا 1. إذن العدد الذي نضيفه إلى 2 ويعطينا هنا 1 هو 9، لأن 9 زائد 2 11. إذن نضع 1 ونحتفظ بواحد. 9 ناقص 1 8، نطرح منها الاحتفاظ إذن 7. 7 زائد 1 8 وواحد للاحتفاظ 9. العملية الثانية، 7 زائد 4 11، نضع 1 ونحتفظ بواحد. إذن هنا 9 ناقص 1 8 ناقص الاحتفاظ 7. إذن 7 زائد 1 8 والاحتفاظ 9. العملية الثالثة، إذن العدد الذي نضيفه على 6 ويعطينا 13 هو 7. 7 زائد 6 13، نضع 3 ونحتفظ بواحد. 4 زائد 1 5 والاحتفاظ 6.